جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي على أن القوات المسلحة الجنوبية ستكون شريكا فاعل في أي جهد أو تحالف دولي لحماية خطوط الملاحة الدولية. وبين الزبيدي في اجتماع موسع بالعاصمة عدن أن القوات الجنوبية هي المعنية الأولى بحماية هذه المنطقة المهمة من العالم التي تمثل أمنا قوميا لبلادنا والإقليم والعالم أجمع، مضيفا بأنه موقف دائم وثابت فلا مساومة فيه أو مزايدة عليه. وأكد الزبيدي ثبات المجلس الانتقالي على موقفه السياسي والمتمثل في استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة ولن يحيد أو يتراجع عنه، وجدد التأكيد على أن قضية شعب الجنوب هي القضية المحورية الأولى في العملية السياسية القادمة ومرتكز رئيسي لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة. وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني تشكيل قوات بحرية قوامها 55,000 عنصر رداً على تحركات تشكيل التحالف البحري لحماية أمن الملاحة الدولية ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية كلمة لقائد قوات البحرية للحرس الثوري الإرهابي أوضح فيها أنهم سيشكلون قوات تنشط في البحار تحت مسمى قوات تعبئة المحيطات الباسيج وتزويدها بصواريخ عيار 107، كما كشف عن خطوات قادمة في إنشاء قوات التعبئة البحرية. وفي ذات الصدد، شن زعيم ميليشيات الحوثي تصريحات هجومية ضد الولايات المتحدة، هدد خلالها باستهداف البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات العسكرية. جاء ذلك في كلمة متلفزة له أعلن فيها مواجهة التحالف البحري الدولي وأن ميليشياته لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه ذلك حسب قوله. وتابع زعيم الحوثيين بأنه وميليشياته يسعون للوصول إلى ما هو أكبر وفعل ما هو أشد ضد السفن الدولية في مضيق باب المندب، وكشف عن مساعيه في تطوير قدراتهم العسكرية لمجابهة التحالف الدولي البحري، وأكد تمسكهم بخيار الحرب وعدم الجنوح لأي مبادرات أو دعوات تنهي الأزمة في اليمن وتنأى بالمنطقة عن أي صراعات. وفي سياق جهود إنهاء الحرب في اليمن، اختتم المبعوث الأممي لليمن السيد هانس زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، والتقى هناك في زيارته مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين، وأعرب عن تقديره لدور السلطنة لجهود الوساطة التي تطلع بها الأمم المتحدة في اليمن. كما التقى المبعوث الأممي رئيس لجنة التفاوض لميليشيات الحوثي وناقش معه جهود تعزيز التقدم نحو تحقيق وقف إطلاق نار المستدام في أنحاء البلاد، إحراز تقدم ملموس نحو عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، دون أن يدعو هانس تلك الميليشيات لوقف تهديداتها على أمن الملاحة الدولية. وكان قبل ذلك قد نشر مكتب المبعوث الأممي لليمن بيان حول المباحثات الأخيرة التي أجراها المبعوث الأممي قبل اختتام زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان قد التقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. كما كشف المكتب الأممي تفاصيل لقاء هانس مع السفيرين الإماراتي والسعودي لليمن، وشدد اللقاء على الحاجة إلى دعم إقليمي مستمر ومتضافر للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة اليمن. كما ذكر البيان ما جاء في لقاء غروندبورغ بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في الحاجة الملحة إلى استمرار الدعم الدولي للسلام المستدام، وحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء.